السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة انفو الكتروتيك. اليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مختلف تماما عن الموضوعات السابقة، وهو موضوع خاص بالتحكم بسرعة المراوح او التحكم بسرعة المحركات او المصابيح الكهربائية. في هذا الدرس سوف نتناول تحكم على جهد 12 فولت، اي سنقوم بالتحكم بسرعة الأجهزة الإلكترونية او المعدات الإلكترونية التي تعتمد على 12 فولت فقط، وسوف نقوم بشرح طريقة التعامل مع الجهود المرتفعة، مثلا 24 فولت وكذلك 240 او 220 فولت او 110 فولت. بهذا الشرح سوف نقوم يعني بتطبيق الدائرة في الفيديو التالي، ولكن ذلك يعتمد على تفاعلكم مع هذا المنشور. إن كان هنالك تفاعل وطلبات كثيرة على مثل هذه الشروحات سوف أقوم بعمل مثل هذه الشروحات إن شاء الله، لكن إن لم يكن هنالك تفاعل فلا داعي لأن أقوم بمثل هذه الشروحات لأنها تأخذ مني الكثير من الوقت، لكن إن كان هنالك تفاعل فلا بأس بذلك، فأنتم تستحقون الأفضل دائما. مبدأ عمل الدائرة هو كالتالي: نحتاج إلى مؤقت 555 وهو مؤقت مشهور جدا ويتم استعماله في العديد من الدوائر الإلكترونية. نقوم بتوصيل الطرف الأول بالنسبة للمؤقت مع سالب البطارية، والطرف يعني الرقم واحد كذلك مع إيميتر الترانزستور، وكذلك الطرف رقم واحد يتم توصيله مع المكتف 104 أي 0.1 مايكرو فاراد، والطرف الثاني بالنسبة للمؤقت يتم توصيله مع الطرف الثاني بالنسبة للمكتف 0.1 مايكرو فاراد، والطرف رقم ثلاثة يتم توصيله مع مقاومة 47 أوم، والطرف الثاني المقاومة يتم توصيله مع قاعدة الترانزستور من نوع NPN أي موجب القاعدة. الطرف رقم أربعة يتم توصيله مع الطرف رقم ثمانية، والطرف رقم ثمانية يتم توصيله مع موجب البطارية، وفي نفس الوقت يتم توصيله مع موجب المحرك أو المروحة أو المصباح، وكذلك يتم توصيله مع مقاومة 1 كيلو أوم، والطرف الثاني مقاومة 1 كيلو أوم يتم توصيله مع الطرف رقم سبعة، والطرف رقم سبعة يتم توصيله مع الطرف الأوسط بالنسبة للمقاومة المتغيرة من نوع 100 كيلو أوم. أما بالنسبة للطرف رقم ستة فيتم توصيله مع ديودين زينر بالشكل التالي: أحد أطراف الديود زينر يتم توصيله مع طرف المقاومة الأيمن، والطرف الثاني بالنسبة للديود زينر الآخر يتم توصيله مع الطرف الثالث بالنسبة للمقاومة المتغيرة. أما بالنسبة للطرف رقم خمسة فليتم توصيله في هذه الدائرة. نأتي إلى الترانزستور. الترانزستور يتم توصيل كوريكتر الترانزستور مع سالب المحرك الكهربائي، ويتم توصيل ديود بين الموجب البطارية أي موجب المحرك والسالب الخاص به لمنع عودة الجهد أو التيار المرتفع بالنسبة لسبب الحث الذي يحدث داخل المحركات الكهربائية. أما الطرف رقم الإيميتر بالنسبة للترانزستور فقم بتوصيله مع سالب البطارية كما ذكر مسبقا. فمبدأ عمل هذه الدائرة: ما هو الهدف من هذه الدائرة؟ وما هي الاستفادة التي قد تستفيدها من مثل هذه الدوائر الإلكترونية؟ الموضوع بسيط جدا وهو كالتالي: فمبدأ عمل الدائرة هو كالتالي، أي أنها تتحكم بعرض الموجة، يتم التحكم بعرض الموجة، وكذلك يتم التحكم بتردد الموجة. فبالنسبة لهذه الدائرة كما ترون فالموجة يعني تصبح صغيرة، وكذلك يتم تصبح كبيرة، أي هنالك قاعدة بالنسبة لهذه الدوائر، سوف نتطرق إلى هذا كي لا أطيل عليكم الشرح، وكذلك كي لا يكون هنالك كثرة المعلومات حتى لا تستفيد أي شيء، فما عليكم سوى أن تقوموا بتطبيق الدائرة، وسوف نقوم بشرح الأمور الأخرى يعني المعادلات الخاصة بها في فيديوهات أخرى إن شاء الله. كما ترون هذا هو المبدأ الأساسي بالنسبة للدائرة، فهي تتحكم مثلا في
سطوع المصباح، يعني إن كنت تريد أن تكون إضاءة المصباح قوية أو منخفضة فيمكنك التحكم في هذا الأمر من خلال هذه الدائرة التي ذكرت مسبقا كما ترون هنا. بدل المحرك الكهربائي يتم وضع مروحة مثلا 12 فولت، أو يتم وضع مصباح 12 فولت، أو أي جهاز يتم التحكم به من خلال يعني جهد 12 فولت يمكنك التحكم به من خلال هذه الدائرة. فكما ترون أن عند تباعد هذه المسافة يكون ضوء المصباح يعني ساطع جدا، وعند يعني اقتراب المربعات من بعضها تصبح إنارة المصباح ضعيفة جدا. فهذا هو مبدأ عمل هذه الدائرة، بمعنى كالتالي سوف نلاحظ شرح آخر. كما ترون هنا لدينا مصباح، فعند تقارب المسافة بين المربعات فإن ضوء المصباح يصبح خافتا جدا، ولكن في هنا بالشكل الثاني المتوسط يصبح ضوء المصباح متوسط، لكن عند تباعد المسافة بين هذه المربعات فهذا يعطي ضوء للمصباح، أي يكون المصباح ساطعا جدا وإنارته قوية جدا. فسنشرح المعادلات لكن ليس الآن، في فيديو آخر إن شاء الله. فهذه الدائرة يمكنكم تطبيقها، وإن قام أي منكم بتطبيق هذه الدائرة يمكنه عمل فيديو وإرساله، وسوف نضعه على القناة لكي يستفيد الجميع إن شاء الله. وسوف أقوم بعمل نفس الدائرة وتطبيقها وعمل فيديو أشرح فيه كيف تعمل الدائرة بشكل تطبيقي إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح، وإن كان لديكم أي تعليقات أو أي استفسارات بخصوص هذه الدائرة أو دوائر أخرى إلكترونية أو يعني كهربائية أو خاصة في عالم الإلكترونيات أو السيارات أو البرمجيات أو إلى غير ذلك، يمكنكم مراسلتي عبر صفحة الفيسبوك، أو يمكنكم ترك تعليق أسفل هذا الفيديو إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك على قناة اليوتيوب لكي تتواصلوا بكل جديد، وكذلك الإعجاب بالصفحة، وكذلك الإعجاب بالفيديو، والاشتراك بالصفحة ومشاركة الفيديو لكي يصل إلى عدد أكبر من المتابعين. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.